قتل ما لا يقل عن 17 شخصا وجرح المئات بعد أن أطلق الجيش اليمني وقوات الأمن النار لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا بالآلاف في مدينة تعز جنوب صنعاء، حسب ما أفادت مصادر طبية وشهود عيان. كما خرج الآلاف في مدينة الحديدة باتجاه القصر الرئاسي احتجاجاً على الأحداث الدامية التي تشهدها تعز وقمع التظاهرات السلمية. كذلك مصادر محلية أشارت إلى أن عناصر أمن بلباس مدني أطلقت النار على متظاهرين في الحديدة، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المتظاهرين. أما في العاصمة صنعاء، منعت قوات الجيش اليمني المنشقة حوالي 200 شرطي من اقتحام ساحة اعتصام المطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح في ساحة التغيير. ليست له، لأنه لم يعد يفهم ولا يعي، وهو منذ زمان لم يفهم، ولكن رسالتنا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الولايات المتحدة الأمريكية نقول لهم أنتم تبحثون عن مصلحتكم ونحن نقول لكم مصلحتكم مع الثوار. دوليا، الولايات المتحدة غيرت موقفها الداعم للرئيس علي عبد الله صالح وأشارت إلى أنه حان الوقت ليرحل عن السلطة في اليمن، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.